اهلا بكم. دي شتلة رمان اتعمل فيها كل حاجة، لمنا كل الورق اللي تحت مفيش فايدة فيها، برضو وقع على نفسها كده وتعبانة وما بتتخنش، ما بتظبطش نفسها، لكن بتنمو، والنمو الخضرية بتاعتها او القمة النامية بتاعتها لطيفة ومفيش فيها ادنى مشكلة. حتى النموات اللي قبل كده مش باين فيها اي اصابة حشرية، مش باين فيها اي حاجة خالص، ومع ذلك خدت دورة وقاية وخدت تسميد وخدت كل حاجة، وبرضو مفيش فيها اي نوع من انواع الاستجابة لان هي تتخن او ان هي تتظبط. الحل الوحيد ليها ان هي تعدم، لان ده بتبقى البذرة نفسها غير نشطة او الصفات الوراثية بتاعتها بتبقى تعبانة. طيب انا شخصيا ما بحبش اعدم اي حاجة لان دي روح وحرام ان انا اقتلها، تمام؟ ده في معتقداتي الشخصية. انا بحاول معاها مرة واثنين وثلاثة لكن بنشف قلبي وبقوي قلبي عليها. هتعمل ايه في شتلة زي دي؟ بكل بساطة هتبص على الصاج بتاعها وتستنى لك كده حتة حلوين تشوف هي ابتدت تقوس منين، من هنا، وتقوم مقوي قلبك عليها وعامل كده. ايه اللي حصل دلوقتي يا باشا؟ اللي حصل ان حضرتك عملت لها تطويش فجائي او تطويش جائر، يعني اتغشمت عليها وعرفتها ان الله حق. طيب ده هنعمل بيه ايه؟ والله انا هحطه في كوبايه ميه نبت، لكن انا عارف ان هو مش هينبت لان الشوشه اللي بتتزرع ما بتبقاش بهذا الرفع وبهذا الشكل خالص، بيبقى بطريقه تانية خالص. لكن برضو بحب احاول على الاقل لو ماتت ابقى انا عملت كل اللي عليا وحاولت بكل الطرق اللي اقدر عليها. طب دي دلوقتي ايه قصتها؟ قصتها ان حضرتك لما طوشتها بقى المجموع الجذري كبير جدا، والساق لو فضلت بالطريقه دي النبات هيموت، فانت كده هددت النبات ان هو كده هيموت، يضطر ان هو عشان يكمل العمليات الحيويه العضويه بتاعته هيطلع افرع جانبيه، وهيبتدي ان هو لما يطلع افرع جانبيه كتير، لان احنا قطعنا دلوقتي القمه الناميه اللي بيبقى فيها الهرمون اللي بيثبط عمليات النموات الجانبيه، لما قطعناه هيضطر ان هو يشتغل جانبيا، وساعتها احنا بنجبره ان هو يتخن الساق لانه ما عندوش مكان تاني يودي فيه الغذاء غير النموات الجانبيه الكتيره والتمدد السريع وفي نفس الوقت تخانه الساق. لو ما عملش كده النبات هيموت، وساعتها ده يبقى اختياره مش اختياري انا، انا عملت اللي عليا وزياده. ابعده عن الشمس 3 ايام، عايز تعمل له صوبه اعمل له مفيش مشاكل، عايز تديله دفع التسميد يكون افضل بكتير جدا. نوع السماد احسن سماد للفترة دي سماد الخميرة، 6 معالق خميرة، 6 معالق سكر، 1.5 لتر مية دافية، نحط عليها الخميرة ونرج كويس جدا ونحطها في ازازة وما نقفلهاش من فوق عشان ما تفرقعش، ونسيبها من ساعة ل3 ساعات، وبعد كده نروي ونرش ونعمل بيها كل حاجة لكل انواع النباتات، مش بس النباتات التعبانة ده النباتات السليمة كمان. ويتفرج بقى خلال اسبوع على النمو الجديد والمستحدث والمستحسن من هذا السماد اللطيف. بعد 4 ايام ده الشكل بتاعها، ابتدت تطلع فعلا نموات اهي، النمو يمين والنمو شمال، وادي شكل الساق بتاعنا. هيبقى حياتها افضل وهتبتدي تتخن الساق وهتبتدي تدي افرع جانبية جميلة جدا، وان شاء الله نتفرج عليها بقى في الفيديوهات القادمة. مهم جدا جدا دلوقتي ان احنا ما نعطشهاش، ما نحطهاش في الدنيا حر جدا، ولو عرفنا ان احنا نعمل لها صوبه يكون افضل. التسميد مهم جدا بس بلاش التسميد العضوي دلوقتي في الحر اللي احنا فيه، الافضل ان هو يبقى تسميد مخفف جدا او تسميد منزلي بقى زي الخميره، زي ميه الرز او منقوع الرز، والقرفه برده لطيفه جدا في الفتره دي. لو عرفنا نسمد بسماد السمك يكون ممتاز، وان يعني الدنيا زنقت معانا قوي يبقى هنسمد بشاي كومبوست بس مخفف جدا، بلاش ان احنا نخش بدفعات تسميد تقيله، خصوصا ان هي مزروعه منزليا، يعني مش في ارض او مش في قصيص كبير او جردل او ما الى ذلك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.